الإنارة الخارجية الزامل، متميز جدا 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 في الكشافات الصناعية، أو اللي احنا بنسميها اندستريال فلود لايت. الكشافات الصناعية دي أنا ليها قدرة عالية لتغطية مساحات كبيرة، بيبقى لها قواعد أقدر أحركها في جميع الاتجاهات، ليها عدسة للضوء عشان أعمل عملية تركيز في المناطق اللي أنا عايز أركز عليها، تمام. في عدسات أقدر أقلل منها الجلير أو الوهج أو التوهج، هو بيدي لك ضمان 5 سنوات، بيشتغل في درجات حرارة عالية زي ما قلنا تصل إلى 50 درجة مئوية، تمام. بيستخدم في التركيبات على أعمدة الإنارة، بيستخدم في المصانع، في الملاعب، في المطارات، في المواني، في مواقف السيارات، في إضاءة المباني والواجهات، زي ما شفنا متوفر منه 3000 و4000 كلفن و5700 و6000، تمام، اللي هو الأبيض والأصفر والأبيض النهاري كمان، تمام. الفولتج بتاعه 110 و220، الاي بي بتاعه طبعا عشان خارجي بيبقى 66، السي ار اي 80، البيم انجل، تمام. في عندك بيم انجل كبيره هنا من 10 ل 60 وفي 90، تمام. يبقى انت تقدر تعمل البيم انجل بتاعتك متغيره على اساس ان انت تقدر تعمل فوكاسنج، تمام، وتعمل العاب باستخدام العدسه، تعمل عمليه تركيز. طبعا اللومن هي 150 لومن في الكل، 50000 ساعه، الباور بتاعها فيه 400 واط طبعا عشان ده بيستخدم في الارض، مواقف السيارات والمواني والملاعب والكلام ده، تبقى على ارتفاعات عالية، الواتجز بتاعها عالية 400 600 800 1500. بعد كده